الحين هذا تطلع لي الصوت طبعا فوق، نرجع هنا نحاول ندخل البيوت الثانية نفس الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا غرفة، شوف كيف واسعة، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تعليقات، ما اعرف تعليق ايش بالضبط. احنا طبعا بيت متكامل، هناك غرفة، كيف شوف الروزن اللي داخل، في روزن، في اماكن تهوية، هذا وكأنه بيت متكامل. عندك هذا اللي هو اللي نسميه احنا الليوان، وهذه الغرف، غرفة، هذا طبعا منافذ، هذا المنفذ الثاني، باب مطل طبعا. الحين بنشوف كيف اطلالته، هذا روزنه او اطلاله للبيوت الثانيه. لحظه، هناك برج تقريبا، يعني سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا روزنه المنفذ، فيه هنا اطلاله نفس الشيء. بسم الله الرحمن. في اطلاله، وين توصل هذه الاطلاله؟ لحظه، ما شاء الله توصل الى هذه بقية بيوت أو الغرف. وفي هناك عندك النخيل والمساحات الواسعة والإطلالة الطيبة، جميل ما شاء الله جميل. طبعا هذا السقف، حاليا في السقف، لحظة الحين متهدم تقريبا، يعني حتى مع جلوس هنا وقوف هنا مشكلة خطر. لحظة، هذا السقف متهدم في بعض، وهذه التشققات، لحظة، وهذا يطل على بقية منازل. هذا المنزل اللي كنا فيه قبل، وهناك الشباب، طريق العزم للمشي والمغامرات، الرستاق، وهذا الإطلالة الطيبة، وهذا البرق. خلونا نقرب من البرق، هذا البرق ما شاء الله تبارك الرحمن.